آسفة تأخرت عليكم. أقلقتيني عليكي، وين كنتي رنودة؟ كنت أساعد ماما بالمطبخ. ما شاء الله عليكي. الحمد لله. أحلى دعوة لما تدعي للماما. أحلى شعور لما أشوف البسمة على ماما. ها، إيش بتقدمون هدايا لماماتكم في العيد؟ والله محتارين، خلونا نفكر. إيش رأيكم تجون عندي بالبيت ونعمل هدايا سوا؟ والله فكرة حلوة. خلاص بستأذن من ماما وبابا. الله يحييكم، أنا بانتظاركم. مع السلامة. مع السلامة. يا ماما تترتت يا ماما.